صباح الفل يا بنات، النهارده سولت لكم يوم شم النسيم والنهارده كمان. صباح الخير يا بنات، النهارده طبعا شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين. بصوا انا هعمل ايه النهارده، هو انا طبعا هاخده فري لاني محمد جاب رنجه وطحينه والكلام ده كله، عايز اكل الاكله دي لان احنا في رمضان مش بناكلها خالص الرنجه عشان بتعطش وكده، فانا النهارده هاخده فري تمام. فحبيت اقول لكم، مش حبيتش اطلع اقول لكم لا انا مش هاكل وهاكل مش عارفه ايه والكلام، لا انا هاخد فري فعلا لاني هو جاب الاكل وقال لي انا عايزه اكل الاكله دي لان خلاص احنا مش بناكلها خالص في رمضان نهائي يعني. فانا دلوقتي هحضر السمسمه اكلها هي وعمار. عمار كل من شويه بس السمسمه هي لسه صاحيه، فانا هحضر لها هي اكلها. وانا بس هعمل لي كوبايه نسكافيه، وبعد كده ان شاء الله بقى الغدا هوريكم هاكل ايه ان شاء الله. وطبعا لعبت حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة بالظبط على المشاية، ولعبت كمان زومبا 10 دقايق تمام. حاضر يا عمار، فهعمل لي سمسمة بقى اكلها، وبعد كده ان شاء الله الغدا بقى هنحضره مع بعض. مين هياكل دلوقتي؟ ها؟ انتي اللي هتاكلي؟ انتي حبيبتي. حاضر حاضر، احنا خلصنا اول طبق سمسوم صح؟ بصوا انا كنت عامله لهم التوست ده، عملت لهم في البيت اهو. حاولوا انتوا تعملوه في البيت للاطفال بالذات يعني احسن واضمن، فاهمين قصدي؟ فده كده اكل بقى سمسمه اهو، وانا كوبايه النسكافيه اهي هعملها برده. ثواني سوما نعمله نسكافيه. هو كده بنات، ده طبق، ده بقى المج بتاعي هشرب انا دلوقتي، مش هفطر عشان خلاص حبه كده هعمل الرنجه وكده، وده فطار سمسمه وكده هفطرهم بقى ان شاء الله، بعد كده بقى هرجع معاكم ونشوف هنعمل غدا ايه النهارده. بصوا كده بنات بقى الرنجه اهي والبطاطس والحاجات الفظيعه دي، محمد هو اللي عامل الاكل بصراحه. عمار عشان انتوا عارفين التسنين وكده بقاله يومين على الدوخه دي، فانا كنت قاعده بيه بصراحه وهو عمل كل الاكل ده، فالاكل كان رهيب 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 بصراحه، ما قدرتش اقاوم يعني. الرنج عاملها تحفه، وده الطبق الاصفر ده فيه كان بطروخ قطعه كده وحط فيه طحينه وخل وكده، وكان طعمه جميل. فانا خدت بقى النهارده فري وكلت زيكم، وكل سنه وانتم طيبين. كده خلاص كده بنات يومي خلاص خلاص، خدت البيبسي دي يكون اخر وجبه ان شاء الله، وبس كده. واشوفكم بقى ان شاء الله بكره على خير، وكل سنه وانتم بالف خير يا رب. صباح الخير يا بنات، النهارده بقى تاني يوم بعد شم النسيم. انا عملت كده 2 قهوه بلبن اللي انا محمد، وعملت خدنا من الكوكيز ده، انا بعمله وبحتفظ بيه كده في علبه وبناخده منه. فهنفطر بقى دلوقتي، وعايزه اقول لكم ان المنظر من شويه كان فظيع والقهوه اتكبت وكده، فانا هوريكم الكواليس اللي حصلت وانا بعمل الفطار. بصوا كده بنات، انا كنت بحضر للفطار في امان الله وحطيت الكوبايتين زي بعض، فجيت اكب بقى القهوه فالدنيا بوظت خالص، عشان كده حبيت اوريكم ان احنا بنت. بصوا هنا بنات بقى، انا خلاص بعد لما فطرت طبعا وكده لعبت كده على المشاية حوالي يعني 27 دقيقة اهو تمام. فانا كده خلاص هستنى بقى حوالي كده ساعتين ان شاء الله، وبعد كده بقى هحضر الغدا. شوف بقى النهارده الغدا هعمل ايه، هعمل كده ورق عنب حلو جدا وناكله في الدايت لانه مليان خضره، فتعالوا بقى نشوف هعمل ايه.
بص النهارده بقى بنات ان شاء الله انا هعمل كده ورق عنب بالفراخ اهي. شوحت الفراخ الاول كده على النار بمعلقه زيت تمام، وهعملها كده في البرمه دي، والورق العنب اهو، وبصوا الخلطه اهي ملياها خضره وطماطم. هعمل بقى الغدا ان شاء الله النهارده، ولما يخلص بقى هوريكم الكميه اللي احنا نقدر ناخد منها ورق العنب قد ايه. بصوا يا بنات حطيت الفراخ اهي في البرمه تحت بعد ما شوحتها شويه على النار تمام، يعني حوالي ربع ساعة كده، عشان الناس ممكن تقولي طب هتستوي كده. هتستوي معاكي، هتبقى حلوة. انا مجربة الوصفة دي قبل كده. والورق العنب اهو، بصوا وانا ما كنتش بعرف احشي محشي اصلا نهائي قبل ما اتجوز، كانت ماما هي اللي كانت بتعمله. فبصوا بقى، فما تضحكوش ايه على حجمه او كده، احمدوا ربنا اصلا ان انا ايه بقيت بحشي محشي اصلا، لاني ما كنتش بعرف احشي خالص نهائي، ما كانش بيبقى عندي خلق بصراحة. فطبعا العيال وكده يخلقوا لك 100 خلق يعني. بصوا هو بقى ايه، مهما يطلع شكله هو هيتاكل هيتاكل يعني. بس يا سومة، بس يا شقية، الناس بتضحك على كلامك، بتضحك على كلامك ليه بقى؟ عشان انتي عبيطة ولا عشان انتي عسولة؟ بص بنات، كانت ايه ماما تقول لي لما تلاقي حته مقطوعه خدي حته مثلا لو كبيره كده في بعض اهي، والخشنه من جوه. طب هنحط كده المحشي اهو تمام. لا هي دي مش عرق، هي دي اللي ورقه اللي مش عارفه اهو بنات اهو. قشطه كده تمام، حلو كده. احنا ايه مش هنتبطر كمان، فاي اي لفه هتتلف او هيتاكل اهو تمام. سامعين طبعا الزيطه اللي جنبي منهم. فالنهارده مش عارفه، نفسي قوي في الورق عنب. كمان لما كنت بجيب حاجات شفته بيبيعوه كده وحشني، يعني فين اللي هو ايه نفسك في اكله كده ولقيتيها افتكرتيها لما لقيتيها قدامك اهو كده. بصوا بقى، عشان ايه طبعا وقت الفيديو، هحشي كل الورق ده ان شاء الله على خير يعني. وبعد كده هكمل بقى باقي البرمه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى ايه هخلص اوريها لكم. بصوا بنات كده انا خلصت اهو ورق العنب تمام، وحطيت كده ليمون من فوق وكده، وهنا جبت ميه فيها ميه سخنه، هحط فيها ملح، حطيت ملح وفلفل وحته صغيره مرقه دجاج. هكب الميه دي على البرمه وهدخل ان شاء الله البرمه الفرن. بصوا كده بنات، دي الكميه اللي انا هاخدها من ورق العنب، وعامله سلطه جنبها، وخدت كده عيد فراخ، فهيكون ده الغدا ان شاء الله النهارده. بصوا يا بنات، احنا ممكن ناخده قوي، ممكن جيلي. ممكن تستغربوا تقولوا ده فيه سكر، لا انت تجيبيه اعمليه من غير سكر خالص. لو انت بتحبي الحاجه المحليه حطي سكر دايت. انا حطيت عليه كيس سكر دايت وحطيته في التلاجة حوالي 4 ساعات بالميه، وما حطيتش سكر عادي. وممكن ناخد منه بولة كده في اليوم، مرة في الأسبوع، مش هيجرى أي حاجة خالص تمام. فأنا عملت كده بقى واحد، هاكله بقى دلوقتي وهنشوف هعمل ايه بعدها. بص كده بقى يا نيت، قعدت حوالي ساعة كده وعملت كوباية قهوة،
خلاص اهو انا عملت القهوة بقى، اشوف هعمل ايه بعدها. يومي خلاص يا بنات، وخلصت فرش رمضان. كل سنة وانتم طيبين.